احتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة الدورة 11 للمنتدى السنوي للمقاولات الذي يسهر على تنظيمه مهندس الغد بالمدرسة الوطنية بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوساد ومركز التوجيه الوظيفي كارير سنتر. هنا اون تريت لانجينيور اي اون بارتيكولير ولكن لي ستوديون ماروكان ان جينيرال كنستهدفوا هنايا كيجيو عندنا التلاميذ ماشي غير ديال لانسا ديال يونيفرسيتي عبد الملك سعدي كامله ديال اف اس تي ديال لافاك ديال دروا ولا ديال ليكونومي لو ان سي جي كلشي مرحبا بيه عندنا في لانسا. بالفعل نحن في صدد تنظيم الدور 11 من منتدى مقاولات المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بطنجه. هو منتدى منظم بطرف طلبه المهندسين وما كيهمش غير طلبه المهندسين، بالعكس كيهم طلبه ديال جهه الشمال كامل، خصوصا ان كاين شركات مختلف القطاعات من شركه خاصه بالمهندسين. وفي اطار التنميه المستدامه والنمو المتوازي اللي كينهجوا المغرب، خصوصا ان المغرب كيطمح ان جهه طنجه تطوان تكون واحد الجهه اللي كتجذب الاستثمار الاجنبي، ارتئينا ان شعار هذه الدوره يكون هو المهندس المغربي لبنه جوهريه من اجل وسط افريقيا رائد. شعار المنتدى يحدد الهدف وراء تأسيسه، فهو يشكل جسرا مهما للتواصل بين الطلبة الجامعيين والشباب حامل الشهادات وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة. هذه المرة الثانية اللي كنجي نأسيست فيها الفوروم انسات انتربريز. هذا الفوروم هذا كيتيح لنا اننا نتعرفوا على الشركات ونقدروا نديبوزيو فيها لي سي في ديالنا بالنسبة للناس اللي هما في سيكل دانجينيور، وكتيح لنا الفرصة على اننا نأسيستو لمجموعة ديال المحاضرات اللي كتكون على طول مده ديال دو جور. الفوروم ديال انسات انتربريز باش نقدر نعرف اكثر المجال ديال المقاولات سوق العمل، يعني باش نعرف من هنا يعني السنه ديال التخرج ديالي ان شاء الله شنو الدومين اللي نقدر انا نكون مرتاحه فيه اليز اكثر، حيت يمكن لي مثلا ناخذ واحد التخصص فهمتيني ونمشي فيه وابخي نادي الضريبه ما نكونش عاجبني، دونك حتى انا ناثر على العطاء ديالي وما نعطيش مزيان. دونك لو من دابا من البروميير اني دونك انا هنايا بوغ يعني باش نشوف يعني الفرص اللي كاينين، واش نحط مثلا نشوف بوغ ان ستاج ديال ديتاي، دونك غادي نشوف واحد نشوف الفرصه ديال ستاجيتي اوسي بوغ فوار تو سكي كل ما يتعلق بلي زونتربريز هنايا في طنجة. ماشي اون فوا كيتخرج تلميذ كيتصدم بالهول يعني سوق الشغل لي سيفي اللي كيدفعوهم بزاف الحاجات كيكون عليه، دونك لو فات انني نجي لهنا ونستافد ويكون عندي واحد الفكره مسبقه على المجال في المستقبل هذه واحد الحاجه كبيره، وكتعطيني استخدمه واحد قيمه مضافه، كتكون عندي فكره على شنو اللي يكون عندي في المستقبل، كتعطيني واحد الرابطه ما بيني وبين لي زونتربريز، كنتعرف عليهم كنتعرف على اللي غادي يجيني في المستقبل. مبادره ابطالها شباب ومستفيدوها شباب ايضا، يبدعون قدر المستطاع في خلق مبادرات تيسر طريق النجاح المهني للشباب وتقودهم نحو حياة مهنية تتلائم وتطلعاتهم.